السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أخواني الكرام مرة أخرى في درس جديد. الدرس ده هتكلم فيه عن اللوجن بالجيكويري. أنا صراحة يعني قلت كده نعمل تجربة مع بعض، نجرب بيها نشوف الجيكويري اشتغل معانا في عملية اللوجن ولا لا. فرحت على موقع جيكويري وعملت داونلود، او مش داونلود، اخدت نسخة النسخة الكومبريست عشان الخفيفة اللي هي المينيفايد، وبدأت اضمنها هنا وجهزت كود الايجاكس بتاعي عشان الوقت الدرس بس ما يبقاش طويل، وجهزته هنا. عملت فورم اهو جوه ايميل وجواه باسورد وسبميشن، بسيط جدا. طبعا المفروض ان انا بكلم ناس بروفيشنال جدا. طيب ادي الايميل، هبدأ اسحب الداتا بتاعتي اجهزها هنا var email. ده طبعا فتحت كود الجيكويري وبدأت اكتب جواه الداتا اللي هتجيلي من الايميل للفاليو والباسورد. ده انا طبعا مدي الباسورد اي دي اوكي، والايميل واخد اي دي. طيب اذا هاجي هنا احط الايميل بتاعي وهنا الباسورد بتاعي عشان نجرب نعمل لوجن. طبعا انا رحت عملت صفحة جديدة اسمها لوجن دوت اتش تي ام ال، ورحت هنا على الويب جهزت صفحة من نوع جيت اسمها جيت لوجن عشان افيو عليها اللوجن اتش تي ام ال، ورحت على اللوجن كنترولر عرفت الجيت لوجن وعملت لها ريندر وقلت لها ان انت تبقي لوجن، واصبحت الامور تمام الحمد لله. اذا انا هنا هبدا اكتب اكونت معين هشتغل بيه. طبعا انا هروح على مثلا لينك جديد عشان اجيب الداتا بتاعتي. ادي ايميل اهو وادي ايميل اهو. طبعا الباسورد تقريبا من 1 لـ 7 حاجه زي كده، فاحنا نحط تيست ات تيست دوت كوم وادي الباسورد من 1 لـ 7 على سبيل المثال لوجن. تمام، نبص تحت كده نلاحظ status true message welcome يا فلان. اذا كده انا اقدر ارجع الرسالة على اللوجن هنا في حالة الدن داتا. طبعا هي هتظهر عندي في الكونسول تقريبا اهي، اوبجكت جاي لي جوه المسج وجوه الستاتس. اذا هاجي هنا هقول اذا كان الريسبونس، خلينا نقول داتا احسن، اف ان الداتا ستاتس ترو، هاجي هنا هطبع رسالة صغيرة. طبعا انا المفروض ان انا هحولها على صفحة تانية، فهاجي هنا كلاس مسج اخليها برضو alert، سوري alert info، وهاجي هنا اقول success message خلي دي success برضو، واحدة تانية اللي تكون للتنبيه هنا success message وهنا danger message. خلاص على كده. طبعا هم هيفضلوا ظاهرين بس انا بحط حاجة as a test يعني. اذا ممكن والله يعني اجي هنا add style display none، وهنا برضو style display none. طبعا كل ده احنا بنهبل يعني ما بنعملش حاجة محترمة، بس احنا كل اللي بنعمله بنجرب شغلنا على الحاجة بتاعتنا. اذا هنا هقول له حط لي HTML فيها H1 double او single quotes double plus data dot message show okay else، هيحط لي برضو المسج بس هتكون على الدينجر مسج والسكسيس مسج. هقول له ايه؟ هقول له هيد، والعكس صحيح على الدينجر مسج. اوكي طبعا جيكوري بنكتب فيها اكواد كتيره جدا بس احنا بنجرب لوجن. لاحظ ايميل اور باسورد انكوركت، لكن لو جيت هنا كتبت الباسورد صح ويلكم يا فلان، جيكويري شغالة معايا على دينو بدون اي مشكلة. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.